صباح النور عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير ان شاء الله، يا ربي تكونوا بألف خير وسلامه. اول حاجه مرحبا بكم في القناه ديالي، ومرحبا بيا عندكم، وان شاء الله يا ربي نكون ضيفه خفيفه وظريفه ان شاء الله يا ربي. اول حاجه كما كنعودكم دائما كنجيب لكم فيديو جديد، يوم جديد، فيديو جديد، اصدقاء جدد، مرحبا بالقديم ومرحبا بالجديد، ومرحبا بكم في القناه ديالي. شكرا لكم بزاف على المسانده وعلى الدعم اللي كدعموني دائما، وعلى التعليقات الزوينين ديالكم اللي كيحفزوني دائما على الجديد. واليوم جبتكم الجديد ديال اليوم، وهو قلت لكم فيديو جديد، يوم جديد، فيديو جديد، اصدقاء جدد، صديقات، مرحبا بالقديم ومرحبا بالجديد واللي انضم اليا، وشكرا لكم اللي حيت كدعموني دائما. الفيديو ديال اليوم وهو عباره عن القديد. يا سلام يا سلام على القديد، كتعرفوا العيد دائما كيجي بميزه زوينه ديالو بزاف، واخا راه فيه العذاب، والله ما عاد فيه العذاب. انا بعدا البارح ما قدرتش سماره والله، الانسان كيكون بوحدو يدو بوحدو، يعني شنو نقول لكم، يا ربي يعطينا العوين من عندك. حقيقة تسعود الليل عاد سريت في السياق وسريت بالردان ديال الحمل الثلاجة وداك الشيء، ولكن الحمد لله الحلاوة ديال العيد هي هاد التمارة بحال هكذا. وإن شاء الله يا ربي نكون غنجيب لكم هاد الفيديو ديال اليوم، وهو عبارة عن القديد، بغيت نصيب القديد وبغيت نوريكم الطريقة ديالي اللي كندير بها القديد، وما شاء الله كيجي زوين وكنشمشو مزيان، ومن بعد ديك الساعة كنديرو في الكونجيلاتور. يلا على بركة الله نشوفو القديد. انا درت هذا ها هو فين بحال قطعته البارح، ها شفتو كي داير، وراني درت كثير، عرفت حتى حماق على القديد انا، وسيرتو سيرتو في العدس ولا في ولا في كسكسو. يا سلام هانتم شفتو، هاي شوف تبارك الله، هادو دي هذيكين ما تشوفوش غلاي غلاي، راه مع الشمس غادي يولي قلالك ما يبقى فيه ما يتشاف، غادي يولي صغير. هانتم شفتو هادو كلو، غنديرو قديد ان شاء الله. ويلا بغيت نشارك معكم هذا الفيديو، ونشارك معكم الطريقه ديالي. انا كندير القزبور يابس، نسيت ما جبتوش ما شريتوش، ولكن غادي ان شاء الله غادي نزيدو في الخاص، ماشي مشكل، نتوما لا توفر عندكم ديروه. ها هو المقادير، هما هاد انا الملحه ضروري تكون ملحه كثيره، لان الخديد كيبغي الملحه، والثومه تحكوها بالقشور ديالها. انا درت راس كبير، وتقدر تزيدو على حسب الكميه ديال القديد. وعندي زيت العود، انا كندير زيت العود، هي مزيانه ما كتخليش لا زيت العود ولا الثومه، ما كيخليوش الدبان الناموس يدوز، ما يطلع فوق من ما يطلع يصيد فيهم، يمشي زمال عنده كيهربوا كيتخرم تقريبا كيهربوا. وعندي ازير، كاين ازير ها هو انا كنزيدوه لان حتى هو زوين، مكون اساسي، وشويه ديال البزار، وكي بغى يديرو تقدر تستغنى عليه. انا هادو هما المكونات ديالي اللي كندير، وما شاء الله كيجي كيجيني غزال كيحمق. وشويه ديال الزعفران ضروري، حتى هو الزعفران كيعطي الملوين، كيعطي الملوين زوين، وتا هو زوين كي والله. هاد المكونات هادو كلهم ما كيخليوش لا دبان لا ناموس يرا فوق منه، ما يصيب عليه. وان شاء الله يا ربي يعجبكم. انا نرجع لعندكم ونوريكم الطريقه كي كندير ان شاء الله باذن الله. هانتم كما كتشوفوا، انا جبت جابي الله بزاف ديال غادي شدي البورطابل باش نصور. انا هادو فين درت مخا غلاضين، راه غيرتهم غادي ينشفوا. انا كنبغي القديد بحال هكذا ملحم، ما نبغيش هذيك الجلود، هذيك التخربيق داك راه تخربيق. غادي نبداو على بركة الله، نبداو بالملحة هي الأولى، شوفو هادي نبداو بالملحة، ضروري غديرو الملحة كثيرة باش ما يخنش ليكم. أنا هدا هو القديد ديالي، القشير بغيت نشاركو معاكم، والثومة هكدا، الثومة بالقشرة ديالها غديروها بالقشرة، عرفتو مكون أساسي هذا، لان يعني اصلا هي راكم عارفين نتوما انتيبيوتيك، وما تخليش الحشرات يطلعوا لعندو ان شاء الله يا ربي. انا كندير شويه د البزار ضروري، سوا زوين ما كيخليش الدبان. وقلت علاش ما نشاركش معكم، وشويه ديال الازير ضروري، شويه الازير راه زوين، نديرو معلقه كبيره. والزيت ضروري غندير الزيت،
زيت العود، انا كندير هاد زيت العود. بغيت انتما ديرو ما مصفراش عندكم، تقدروا ديرو زيت المائده وضروري غنزيد هاد الملون هذا. بسم الله ما شاء الله، عرفتي على ريحه طالعه واو، عرفتي كتحمق ريحه الثومه. بسم الله كان ليا ندير شي واحد كبير، واقيلا كان نقدر نحولو لبانيو اخر، يعني هذا واقيلا صغير عليه شويه. هاري نقطع نرجع لكم نحولو لبانيو اخر ونرجع لعندكم. هانتم شفتو انا حولت البانيو اخر لان داك جاني صغير، غادي نحركو مزيان. هذا نسيتو، هذا عظمت، سمحوا لي غير تغلطي مع اللحم مع القديد زعما. هانتم شفتو الملحة، هذا الملحة مزيان باش مخصين فركو مزيان باش تدخل هاد المكونات يدخلو فيه. بسم الله ما شاء الله، عرفتي ريحة طالعة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب، يا الحباب دياولي، يا صحاباتي، يا العزيزات دياولي. هاجي تشوفوا القديد، يا سلام يا سلام، ومرحبا بكم عندي وتسمح لي كل محمى. هانتم شفتوا دابا صافي، غادي نخليه يرقاد مزيان. وتنزيد له القزبر، من حيت القزبر نسيتو يابس، حيت هو زوين مكون اساسي حتى هو زوين. غادي نخليها فين، غنخليها رقاد ومن بعد عاد نديرو في نديرو ديك سايد نديرو في البلاطوات. انتما شفتو البلاطوات، هاد البلاطوات درتو لانه فيه غندير غنديرهم فيه ان شاء الله، ومن بعد ديك الساعه نوريكم نهار ينشف ان شاء الله باذن الله. وصافو الطريقه باش طيبو، نطيبكم ديك الساعه به الكسكسو ونطيبكم به العدس ان شاء الله، ونوريه لكم نشاركو معكم. شكرا لكم بزاف، وشكرا. من بعد شفت الغزالات ديالي، يعني صيفطو هاد درتو فهاد البلاطو. الانسان اللي عنده تسي ساعه وعندو فين يشمشو، تديرو في تعلقوه في حبيل وتخليوه ينشف مزيان على خاطرو. انا هنايا تحت هنا في الدار عندي ما عنديش فين كندير له، درتو في البلاطوات هنايا، غادي نخليه ان شاء الله ينشف ونهار نطلع لحد السوالم. راه عندي تسي ساعه تما، عندي فين نديرو، عندي الشميشة مزيان وتشمش ان شاء الله باذن الله، وندير به كسكسو. انا ديجا دايره لكم كسكسو ديال القديد في القناه ديالي. عاودت لكم انا درت لكم هذا البنات المبتدئات اللي بغاو يديروا القديد، يلاه بداو في الحياه الزوجيه، الله يكمل عليهم بالخير. بغاو يديروا القديد ويديروا حتى هما يديروا ايش يديروا شي حاجات يفرحوا بها الازواج ديالهم، سيرتو اللي كيبغي القديد. وكاين شي وحدين ما كيبغيوهمش، لا بنات ولا عيال ولا رجال زعما، ولكن الحمد لله انا بدا كنحماق على القديد. انا الحولي ديال العيد ناكل فيه القديد، لا غير من غير القديد ما ناكل حتى حاجه. وان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو. وما شاء الله انا عارفه العيالات المغربيات صنصلان نبيليم، يعني يعني ما غاديش نقدر نوصف الحداقه ديالهم تبارك الله، الله يحفظهم. وكنسلم عليهم من هذا المنبر وكنقول لهم شابو عليكم العيالات المغربيات، ما شاء الله كنموت عليكم كنحماق عليكم الحبيبات ديالي المتتبعين المتتبعات ديالي. ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوليش البصمه يا حبايبي. وان شاء الله يا ربي في فيديو قادم ان شاء الله وندير لكم الجديد. انا قلت ندير لكم اليوم ثاني عيد القديد، اللي بغا كانت باقا ما دارش قديد ديرو على الطريقه ديال الوالده ديالي. كنشكر من هذا المنبر يخليها لي وطول لي ربي عمرها، هي اللي كانت كدير هذه الطريقه، وبقيت انا تابعه من والديها ما شاء الله، الله يحفظها ويطول لي عمرها. ايوا قلت علاش ما نشاركوش معكم وانتم ان شاء الله تستافدوا. المبتدئات قلت لكم هما اللي غادي يستافدوا ان شاء الله، اما الحادقات راني عارفهم العائلات المغربيات الحادقات، الله يخليهم صحيح تم يطول يا ربي عمرهم. وشكرا لكم، وما تنساونيش بشي تعليق زوين محفز يكون زوين بحالكم، وبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش تعمل فائده للاحباب والاصدقاء ان شاء الله. وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، وما تنساونيش بشي اشتراك زوين بحال وجهكم. وشكرا لكم بزاف بزاف، والى فيديو قادم ان شاء الله. يلا مع السلامه، باي باي.